كذلك تخدم كذلك لا من الحراس ولا من اللاعبين. إذا يتقدم هنا لاعب تيا يتلقى الإشارة، تيا يتقدم يسجل الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب المالي، 1-0 لمالي، 1-0 إذا لمالي مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب تيا. هذه الإعادة مجددا، تيا حطها في الشباك، الحارس اختار الجهة اليمنى. الآن الركلة الأولى للمنتخب المغربي، محمد رضوان. يتقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب المغربي. أمام الحارس كوني، خذ وقت كثير في وضع الكرة اللاعب محمد رضوان. إن شاء الله يكون واثق من نفسه، إن شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى على الإشارة في يدي الأثناء، رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقة رائعة جدا، طريقة مميزة لا يفعل إلا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك فكرة واضحة على الثقة اللي واخذها اللاعب محمد رضوان، لأنه ليس من السهل أنك تلعب كرة بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى، في سقف المرمى كانت مستحيلة على حارسي المرمى، نفذت بطريقة مميزة جدا من اللاعب محمد رضوان. سيمبارا الآن في الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب مالي. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته للتسديد، سيمبارا وطاها من غوزيل، سيمبارا وطاها هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه دخلت يا طه. معلش 2-1 للمنتخب المالي مشاهدي الكرام. هذه الإعادة شوف طه، شويه وكان ممكن يصدها طه، معلش انا حاول فيها طه بن غوزيل. عموما مالي تتقدم مره اخرى بهدفين مقابل هدف واحد. اذا الركله الترشيحيه الثانيه للمنتخب المغربي، عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في شوط المباراه الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة، عبد الحميد يضيع، عبد الحميد يضيع الركلة الترجيحية الثانية، وبالتالي تقدم مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى. هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاة القائم الأيسر، وبالتالي أول ركلة ترجيحية تضيع. عبد الحميد معلي إن شاء الله يرجعنا للتعادل، طه بن غوزيل. إذا يتقدم اللاعب كوني لتنفيذ الركلة الترجيحية، كوني يسعد للتنفيذ أمام طه بن غوزيل، حكم يعطي إشارة التنفيذ. كوني يتقدم يسجل، سجل 3-1 الآن. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى، كامل التركيز، كل دقة كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي؟ يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يسعد للتنفيذ أمام الحارس كوني، بختي يتقدم يضيع. صعبة الأمور الآن على المنتخب المغربي يا سعيد، وعلى المنتخب المغربي.
المدافع هنا من نفذ الركلة لترجيح باختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذن ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن. إذن تجي الإشارة في يدي ليلتنا. الركلة الرابعة يصدها من غوزيل. برافو، يصدها من غوزيل المغربي. خلي بصيص من الأمل للمنتخب المغربي. أول تصدي بالنسبة لطه بن غزيل. مشاهدينا الكرام، أول عملية تصدي وأول ركلة ضائعة للمنتخب المالي. هنا الإعادة، ممتاز طه بن غزيل، ممتاز هنا القرار باتجاه الجهة اليسرى. بالتالي تبقى النتيجة 3-1. إذن 3-1 في هذه اللحظات. تلعب الركلة الآن لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعى لتنفيذ الركلة في هذه الليلة. حموني يتقدم. حموني سجل. نعم، 3-2 في هذه اللحظات. 3-2 والآن الركلة الخامسة. هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية الخامسة في هذه الليلة. إذا مالي تسجل أمور انتهت. إذا الضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي. مشاهدينا الكرام، طيب غزيل حكيم يعطي إشارة. تلعب هذه الركلة. طيب غزيل برافو. لحظات يتصدى للركلة الثانية أمام ديارة. يتصدى أمام ديارة وبالتالي يعود الأمل مجددا للمنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. طه بن غزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع. برافو طه بن غزيل، برافو طه بن غزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب التركيز في هذه الركلة. مشاهدينا الكرام، يتقدم عبد الحميد أيتاب لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال يأخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الإشارة. أيت بودلال يسجل. أيت بودلال يسجل وتتعادل الأمور. هنا صار التعادل بين المنتخبين. نشوف عودة قوية للمنتخب المغربي. عودة قوية. برافو شباب، برافو شباب. الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد بعدما تم تضيع ركلتي جزاء، ولكن طاب غزيل يتعملق، طاب غزيل يتألق. طاب غزيل مرة أخرى يعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هذه الركلة الترجيحية الآن السادسة للمنتخب المالي. إذن من يتقدم لتنفيذ هو دومبيا. الركلة السادسة لدومبيا في هذه اللحظات. إذن دومبيا يستعد للتنفيذ. طاب غزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الإشارة. دومبيا يتقدم. دومبيا يسجل. في هذه اللحظات. والركلة الترجيحية السادسة للمنتخب المغربي في هذه الليلة. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية والتسديدة من دومبيا. إذن من سيسدد من جانب المنتخب المغربي؟ ننتظر تنفيذ.
متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركلة الترجيحية بالوكاتيبة. محمد أمين كاتيبة يتقدم، كاتيبة يسجل، في هذه اللحظات، والتعادل يتواصل يا مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبة لازال يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراة، هذه الإعادة مرة أخرى. الركلة الترجيحية اللي نفذها بشكل ممتاز محمد أمين كاتيبة. إذن الآن المجال للماليين والركلة لمنتخب مالي، يتقدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غوزي، هذه عندك بن غوزيل، هذه عندك. ويتقدم سانوغو الآن للتنفيذ. طه جيبها يا طه، سانوغو جيبها يا طه، يتقدم سانوغو، سانوغو ويسجل سانوغو، هنا تحرك شوية قبل، خدا قرار بسرعة في تنفيذ الركلة. الحموني واضح التأثر على اللاعب، الحموني. يعني مهما كان مصير ركلات الترجيح، أنتم أبطال، حقيقة، لم يستسلموا، وبالتالي هنا الحوار لازال متواصل. الركلة الترجيحية الآن المنتخب المغربي المتوكل، يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية. هذه ليلتنا مع كوني. إذن المتوكل يتلقى الإشارة، يتقدم المتوكل، متوكل يسجل. برافو، المتوكل، وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة، الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات، شيء النية. لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم أنتم أبطال، يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية اللي الآن صارت عند اللاعبين الفتيان، وتكبر معهم إن شاء الله. إذن في ركلة ترجيحية الآن لفائدة منتخب مالي في هذه اللحظات. 5-5 بين الطرفين، 5-5 بين الطرفين. ستلعب الركلة الترجيحية في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المالي. الإشارة تأتي، الإشارة تأتي بن غوزيل. برافو، بن غوزيل، يا سلام عليك، بطل، يا ولدي، بن غوزيل يتألق، يا لا من عودة للمنتخب المغربي، اتعملك في هذه الكرة. برافو يا ولد، ثقتي فيك كبيرة يا بن غوزيل، لم تخيب ظننا يا بن غوزيل في التصدي ولا أروع. بن غوزيل على طريقة ياسين بونو، يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي، فؤاد، يا فؤاد، برافو، لأشبال الأطلس، برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الرأس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى، أكيد سود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بن غوزيل أجمل اللحظات. برافو لأشبال الأطلس، برافو سعي شيبا، جابوها الأولاد، والله جابوها، وفرحونا، جابوها الأولاد ورفعوا روسنا، جابوها الأولاد وشرفونا. هكذا هم السود الأطلس، بل هكذا هم أشبال الأطلس.
الأطلس. المغرب لا زال حيا في هذه البطولة، والمغرب سيتألق ويواصل المشوار. افرح يا سعيد، هذه ليلتك يا سعيد، هكذا ردت فعل سعيد شيبا. سعيد يسعدنا، سعيد يفرحنا، سعيد أهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال. مليون مليون مبروك لأجبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة، هنا في الجزائر. لا صوت يعلو على صوت المغرب، ولا صوت هنا يعلو على صوت الأجبال. والراية الراية خفاقة، فرحة كبيرة وهنيئة لكل المغاربة من طنجة العالية للقوير العزيزة. المشوار يتواصل، والنهائي سيجمع المغرب مع السنغال. مرة أخرى مبروك، ألف مبروك. شكرا بهذه الصور، ودعكم على أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة، وبرجاء اخوتي الكرام لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك اشعار بكل جديد. شكرا لكم، الى اللقاء.